أهلا بكم مشاهدينا إلى الموجز الاقتصادي. أكدت وزارة الكهرباء أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الجانب الإيراني بغية معاودة إطلاق الغاز بشكل يتناسب مع عمل المحطات في العراق لزيادة ساعة التجهيز. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي أن الحكومة في بغداد تتوجه إلى سداد مستحقات الجانب الإيراني خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن تخصيص أموال كافية للخطة الصيفية يمكن أن يضمن صيفا أفضل. هذا وكانت وزارة الكهرباء في العراق قد اتهمت في وقت سابق إيران بالمسؤولية عن أزمة الكهرباء في العراق وقيامها بقطع الغاز عن العراق بذريعة ديون الغاز المتراكمة. أعلنت السلطات الإيرانية عن سعيها للإسراع في الإجراءات التمهيدية لافتتاح السوق الحدودية في منفذ هلالة في محافظة ديالى. وقال محافظ إيلام الإيرانية حسن بهرام في أثناء زيارته لمحافظة ديالى، قال إن إيران ستبدأ قريبا بتصدير السلع والبضائع من تلك السوق بناء على اتفاق بين المحافظتين، لا سيما أن الحكومة في بغداد أبدت استعدادها لتأمين جميع حاجات قطاعات الزراعة والعمران والنسيج وغيرها. قال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سوليسكي إن استمرار الحرب سيعني ارتفاع أسعار الحبوب في جميع دول العالم. وأضاف سوليسكي أن الوضع صعب فيما يتعلق بالوقود اللازم لحقول الربيع. إلى ذلك قالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية الأحد إن صادرات أوكرانيا من الحبوب في آذار كانت أقل ب4 مرات من مستويات الشباط بسبب الحرب. يذكر أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة إفاد كشف في آذار مارس الماضي عن أن الحرب في أوكرانيا تسببت بارتفاع أسعار الغذاء ونقص المحاصيل الأساسية في أجزاء من وسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ارتفع مؤشر التضخم في تركيا بنسبة 5.46% في آذار الماضي ليبلغ 61.14% على أساس سنوي. وبحسب بيانات هيئة الأحصاء التركية، ارتفع أيضا مؤشر أسعار المنتجين خلال آذار بواقع 9.19% على أساس شهري، بينما بلغ 114.97% على أساس سنوي. وكان مؤشر التضخم في تركيا قد سجل في شباط الفائت ارتفاعا بنسبة 4.81% على أساس شهري ليبلغ 54.44% على أساس سنوي. وهذه انتقالة سريعة إلى أسعار العملات والمعادن. ختام الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.